المهم البنات السلام عليكم. اليوم راني هنا في المحل عند ميمون اللي كنشري من عنده حوايج ديال الخياطه، ها هو هنايا. المهم حنا دخلنا البنات المحل، نوريكم بعدا المحل ديالو شنو عنده، شنو هما الحاجه الجديده اللي جاب عند ميمون. كتب عند الاخوان قالوا لي عافاك يصوري لنا، حنا نصوروا. عنده كلشي البنات، حتى الحزامات اللي بغيتو جا. القادوس طويل، كلشي عنده، الالوان اشكال لي زيستراس تاع هما بالالوان اشكال. عنده الكافيار حتى هي، ولي زيستراس بالصمطه بالالوان حتى هو كاين. ها هما كاين الذهبي، كاين الكحال، كاين النحاسي، النقري، وخلاص السقلي حتى هما كاينين. وبالنسبه للحجيرات ها هما كاينين هادو. كاين هاد الحساب كاينين هاد اللون تاع هادو، كينعمرو بهم الوريضات طونتيت، هاد الشكيلات اللي كيتخدمو. غادا نوريكم راه داير ليهم الزواقات جيرات هادو. هادي المعلقه باش كيعبر مع العقيق تقولوا على شنو كيدير عنده المعلقه. كاين هاد الشكيلات هادو، كاين زواقات مختلفين، وخلاص كاين هاد الحجيرات اللي فيهم داك الوريضات في الوسط. هذا هو مول المحل ديالي كناخد من عندو السلعه البنات. وكاين هاد الشكيلات اللي ديجا وريتها لكم انا كيفاش عمرتها، كاين هادو خلاص، كاينين هاد الشكيلات هادو. الموزون، الموزون الصغير هذا. اخلص كاينين الالوان ديال الخيط، ديال الطرز، الوان الوان اللي بغيتوهم موجودين. وبالنسبه لهادو البنات اللي قلت لكم، ها هما، ها هما كيصاوبهم، كيصاوب الشكيلات اللي بغيتو نتوما، الزواقات اللي بغيتو هما كيبيعهم خاويين، والشكيلات اللي بغيتوهم نتوما كيعمرهم، يعني الحجر اللي بغيتو. ايوا كاين هاد الشكل هادو، خلاص الحجيرات، الانواع ديال الحجيرات، لي زيستراس الحبه، هادو كيتباعو بالمعلقه بالعبار. واه رشامي واه وحاجه واحد الحاجه اخرى الاخوان، راه هو كيرشم، هو كيدير رشمات راسو، يعني كيرشمهم ها انت هو اللي دارهم وطبعهم باش يخرج عليهم باش يبيعهم ان شاء الله. واللي بغات شي حاجه شي رشمه عجباتها تدخل عنده عند حنان سباعي، انا مخليها عنده، مخليها عندي في صندوق الوصف. صافي انا غندخل فيسبوك تعطيها ليا وندير، انا نحطها له في صندوق الوصف. اللي بغى شي حاجه يدخل عنده الفيسبوك، انا غنخليها لكم في صندوق الوصف، ودخلوا عنده الفيسبوك. عنده رشيمات صراحه جدادين، هو اللي كيصاوبهم، يعني ماشي كيشوفهم عند شي حد ينقل عليهم، لا. صافي البنات، المهم وهذوك هو كنت غادي نجبدهم باش نوري لهم. بالنسبه للبنات القادوس الطويل هذا هو اللي كناخذو ماركه زوينه، حيت انا اللي خدمت به ماس الكولا ديال الكافيار، ولا كتلصقوا بهم حتى الحجر. ايوا هما الحجيرات، هذا شكل اخر عاوتاني. شوفوا هاد الشكيلات هادو، هادو مربعين. يلا جبتيهم ميمون،
جدادي. اه حيت هذيك النهار باش قلبت سولت عليك على مربعين ما كانوش. عاوتاني الورد عاوتاني حتى هما جدادي. اه داكشي هادو كلهم جديد شفتي. هادوك عاوتاني فيهم شي الوالد جدادي. هادو ديال العين هادو. ديال الدمعه. هادو بحال بحال هاد الكولور هذا. اه ما كانوش التشيني و هاد الصفر هذا. هاد القهوي كان ولكن ماشي بحال هكا. خلاص هذا الزمرد العاديه البنات. حجر طويل وزمرد هذا اللي كيتعلموا البنات الراندة العادية باش كيلا كيتعلموا صافي وخلاص الألوان ديال الخيوط. أنا عندي كاع هاد اللي كتشوفوا هاد الخيط الإخوان عندي كل واحد عندي اللون ديالو. هو حقا ستيلوات البنات ستيلوات اللي هضرت لكم عليه هذا هو ديال كنتراسيو به الرشمة بس ما تاخذوا الكالكا كحله كتوسخ لكم الثوب وخا تخدموا بهذا ستيلو وهو مع المصلوح الحديدة كيتمشى. راني ديجا وريتوه لكم قلت لكم راني خديتو شحال الواحد هادو 15 درهم هادو اخرى عاوتاني بالنسبه للحديه الطن صورتيه شتو البنات هادو راه خلاص هو كيصاوبهم كما كانوا كيكونوا خاويين هانتوما كما هادو اللي وريتوكم قبيله كيكونوا هكا خاويين ومي كتكون شي وحده باغا تخدم بها جلابه ولا قفطان وكيجي تجيب ليه اللون ديال الثوب هو كيدخل ليها الوريضات ولا حسب شنو بغات هي هذا هذا وفيهم الوريضات هذا مخدوم بالموزون شتو بالعدس آه كتصاوبهم شتي هو كيوجدهم هما تيدير كيجبدهم لينا الالوان نحاسي شتو البنات هو اللي كيصاوبهم يمكن لك تخدميهم حتى في الدار لا بغيتي لا كنتي بعيده فشي محلات الموزون عندي كيتباع موجود كيتباعوا اه ولا بغات تصاوبهم من راسها تصاوبهم اه تصاوبهم شتي البنات هادو دايرين بالموزون كاين هاد اللون هذا عند ميمون اللي كيعرف محل ميمون في بنينصر مرحبا به شتو ها هما دايرهم كاينين الشكيلات والالوان هو اللي معمرهم يعني مي كتجي عندو شي وحده ها نتوما هادي في الموف هذا شكل في الزرق يعني مي كتجي عندو شي وحده كتقول له ها شنو عندي ها بالنسبه للبنات هاد الخيط ديال الماكينه كتمشيو عند مول الحرير كتاخذوه فيه غير خيط واحد هو راه كيديروا على اربعه كيسهل عليكم فهمتوني دابا حيت اللي بغى يرخ يسهل عليه الامور راه كيصاوبو كيدير لهم لك في البكاره الصغيره خلاص الانواع ديال الزمرد انتوما مكرهتش تكون عندي هذه في الدار نبقى الالوان انتوما كاع الالوان موجودين شتو هناك تنتهينا الحلقة.